تركيا في دقيقة. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يثمن احترام جمهورية مصر العربية للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، مؤكدا أن ذلك تطورا هاما على صعيد العلاقات بين البلدين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده من بين أفضل 4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا. أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يينس ستولتنبرغ يقول إن دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة وتركيا تتولى الدفاع عن أوروبا. قوات الأمن التركية تعثر على مواد متفجرة في حقيبة عنصر من تنظيم PKK-YPK المدرج إرهابيا حاول التسلل إلى الأراضي التركية من الجانب السوري ضمن مجموعة مكونة من 8 أشخاص. تركيا في دقيقة.